السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النهار في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل اخواتنا واصدقائنا اللي بيحتفلوا النهاردة بسنة ميلادية جديدة، ادعو الله انه يعني كل من كان عنده غمة، كان عنده محنة، كان عنده اي حاجة مر بيها في العام ده لنهاية اخر ساعات النهاردة، ان شاء الله بفضل ربنا تتغير للاحسن، وحاله يتغير للافضل، ويبقى في احسن حاله وفي احسن صحة، واللي عنده كان مشكلة تزول بإذن الله، ويجعلها سنة سعيدة على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين وعلى الأمة جميعا يا رب. النهاردة هنعمل وصفات بسيطة. بصوا يعني أكتر حاجة جات لي كومنتس فيها وأنا بره وأنا في السوبر ماركت وأنا كده، إحنا عايزين نعمل حاجات بسيطة بعيدا طبعا إخواتنا وعيد إخواتنا المسيحيين اللي بيحتفلوا ده عيدهم ومرة في السنة زي ما إحنا بنحتفل بعيدنا وبنعمل اللحمة والحاجات الحلوة. نعمل حاجات اقتصادية موجودة في البيت وندخل البهجة على أولادنا، لأن أولادنا بيدخلوا يلاقوا مثلا كوكيز معمولة مش عارفة إيه، حاجة حادقة شكلها حلو عايزين يشتروها، فنعمل ده. أنا النهاردة هعملها بطريقة بسيطة وسهلة، هستغنى عن عجينة الباف بيستري. أنا عارفة إن هي النوع في منها أنواع مصري، في نوع مستورد الحلو غالي، عشان نجيب احنا نعمل طبقتين وثلاثة او نطلع شجرة او اتنين او نعمل منها هتبقى مكلفة شوية. هنعملها بعجينة خليط النحل، احنا عملناها قبل كده، والعجينة دي على فكرة لينة جدا، تنفع تشتغل مع حضراتكم في كل حاجة، تتعمل بيها عيش ويتعمل بيها خليط نحل ويتعمل بيها كايز، يتعمل بيها حاجات كتير جدا، كرواسون يتعمل بيها حاجات كتير حلوة. فخلينا ايه نقول العجينة روان نزليها عشان انا ايه الكيو كارد مش معايا، خلينا ننزل العجينة مع بعض ونتكلم عنها. انا مش هعملها الا بطريقه سهله وبسيطه، هنقول المقادير كده واحنا شغالين مع بعض سوا. مقاديرها بسيطه وسهله، كلها ان شاء الله متوفره عندنا في البيت، وباذن الله ايه تعملوها وتبقوا مبسوطين بيها. عندنا نص كيلو من الدقيق، ربع لتر من الميه، معلقه كبيره من الزيت، معلقه كبيره خميره، صوتك بيقطع يا روان، معلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من الملح. هنعمل ايه في الحشو؟ هنعمل منها حادق وحلو، عجينه واحده تطلع لنا حاجتين حلوين وحادق. الحادق عندي بقى جبنه تشيدر، وعندي موتزاريلا، وعندي رومي، وعندي الاجبان، عندي ميكس اللي يريح حضرتك اللي متوفر في البيت، وعشان كده كنت دايما اقول لكم الجبنه لما تنشف احتفظوا بيها، اضربوها في الكب وحطوها في الفريزر، هتنفعنا في وقت الازمات. يلا بينا تعالوا بقى نعمل حشو الحلو ده. عندي اللي عنده بقى كريمه زبده فول سوداني، حط معاها عسل ماشي، المكسرات مجروشه ماشي، كريمه الشوكولاته القابله للدهن ماشي، اللي عايز اي حشو من الحاجات اللي هي الجديده زي اللوتس وزي المربات وزي الحاجات دي وارد، اللي يريح حضراتكم. انا النهارده قلت اعملها بالشوكولاته لان الشوكولاته اغلب الولاد بيحبوها. طيب تعالوا بقى بينا كده نشوف احنا هنعمل ايه. ما تنسوش الكاستر دي يا اولاد، ها طلعوه. بصوا بقى هبدا اول حاجه كده في العجينه بتاعتي، عندي كميه كده من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. في طريقتين، لو احنا شاكين في الخميره، الخميره دي ممكن يبقى مشكوك في امرها انه قديمه انا خايفه منها اجربها، يبقى احنا هناخد معلقه السكر مع معلقه الخميره مع شويه من الميه الدافيه، او لبن لو حابين تسقوا العجينه باللبن اللي يريح حضراتكم. احنا عاملين النهارده عجينه اقتصاديه عشان تبقى مناسبه لكل افراد الاسره. طيب هاخد كده ايه رشه ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين عندي هنا شويه من اللبن خليهم، هاخد الخميره الفوريه بسم الله معلقه كبيره، وعندي سكر طبعا لان هو ده اللي بتتغذى عليه الخميره، ما بنكترش، وعندي معلقتين زيت بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يا جماعه يحط حاجه غير الزيت، زيت زيتون ماشي، اللي عايز يعني دي حاجه ترجع لحضراتكم مفيش اي مشكله خالص. في فكره هنحط ايه جوه العجينه، انا مش عايزه احط جواها اجبال، لو بعملها حادقه كنت احط جواها شويه جبنه في العجينه تبقى طعمها تحفه. هتعملوها حلو وحادق يبقى هنثبت المعايير اللي احنا حطيناها ونسقي الميه شويه شويه فتره. بسم الله نقلب كده على خفيف، اللي عايز يحط معلقه، انا عشان احط شويه لبن عادي، اللي عايز يحط لبن بودره ويدعم بالميه يبقى كانه حط لبن، لان كل كوبايه ميه بتاخد معلقتين من اللبن الباودر. خلاص هنبدا بقى نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم، ميه شويه شويه، ليه؟ انا اللي اتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيا. تمام؟ انا عارفه انكم كده مش شايفيني هنا، خليني ابعد لك دوليا سموره صح كده؟ حبيبتي اتفضلي. خلاص؟ كده تمام؟ نقلب تقليبه كده حلوه بسم الله، شويه كمان. الفتره دي بقى
اعملوا الحاجات السهله البسيطه. ينفع نعمل كيك من غير بيض، من غير ماده دهنيه؟ ينفع، لان في ناس عندها مشاكل من الالبان والجلوتين نفسه والبيض، فما ينفعش نعمل كده. فده سهل وبسيط، تطلع طعمها تحفه يا جماعه. تعالوا بقى نقلب تقليبه حلوه كده. تبدا العجينه ايه، سنه سنه ونقلب. انا هبدا معاكم كده في حشو واحده، والتانية هتبقى زيها بس مع فارق الحشو منهم. بسم الله. كده تمام. العجينة لينة شوية، يعني ايه؟ يعني طرية، بتاخد وتدي في ايدي، وطبعا على حسب نوع الدقيق. هي لمت، تعالوا كده نبص عليها. انا طبعا المفروض اشكلها بايدي شوية. بسم الله. هوريها لكم بس كده نزوم القيافة يعني، عشان بس ما بوظش الدنيا. يلا بينا وناخد ام اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبة قلبي. ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي. تقولي لي اعملي لنا بالباف بيستري وانتي طيبة وبصحة وعافية. والله ولا لقيتها ولا موجودة، وبعدين يقول لك الاستيراد. طب يا جماعة ماشي، يعني احنا هنغلب، هنغلب احنا ام اسلام؟ اي فعلا زي ما بتقولي كده. لا وموفرة وتعمل معايا كمية كبيرة واعمل كل اللي في نفسي. اصل هي الباف باستري قبل ما تعمليها بتاخد وقت ومجهود جامد. وبعدين هي كمان يعني هي الفرق بس في التوريقه بتاعتها بس، احنا وبنقول ايه، بنوفر للناس اللي ما بتعملش عجين بايديها كتير، بس هي عجينتنا بسيطه اهي. لا جميله بجد والله. يعني مي تقول لنا بقى هتعملها ولا مش هتعملها؟ عروسه جديده اهو يا جماعه. لا ده مي كفايه عليها العروسه اللي معاها. ربنا يسعدها يا رب ويخليها لها يا رب بصحه وعافيه. ربنا يخليك يا حبيبتي وكل سنه وانت طيبه. يا رب طيبه يا حبيبه قلبي. السنه الجايه يا رب تكوني محققه كل اللي بتتمنيه. يا روحي. سنه سعيده عليكي وعلى اسرتك الغاليه يا رب. امين يا روح وعلى قلبي. وعلى اسره قناه النهار كلها. امين يا رب. ربنا يخليكوا يا رب ودايما منوره الدنيا كلها يا قلبي. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي. تسلمي وتعيشي يا ام اسلام. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي. كل حبايبك طيبين. وانت طيبه وبصحه وعافيه. تسلموا لي والله ما تحرمش منكم ابدا يا رب. ربنا يجعلها سنه سعيده على حضراتكم جميعا. بصوا كده هخليها بقى في بوله، بديها كده دهنة زيت خفيفة على وشها، وبسيبها نص ساعة لأن بديها تخمير تاني بعد ما بشكلها. باخد كده بإيدي، بصوا على وشها، وأغطيها يا بستريتش يا بكيس نايلون بأي حاجة. خلاص بسيبها. تعالوا أجيب لكم المتخمرة. ومعانا إيمان. يا إيمان صباح الفل. عاملة إيه يا حبيبتي؟ صوتك فين يا إيمي؟ ألو. ايوه انا بجرب. يا حبيبتي ده شرف ليا والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ربنا يسعدك يا ايمان والله. قولي طب يعني هتعملي لهم حاجه حلوه النهارده كده سريعه؟ هي المكالمه فصلت يا جماعه، في حاجه في التليفون. بصوا كده العجينه بقسمها بعدها. انا المفروض ان انا اخد العجينه دي اقسمها كور بالميزان، يعني لو كل واحده 60 جرام على حسب انتوا عايزين حجمها قد ايه. احشيها بقى، يعني مثلا انا هعمل دلوقتي كده. خليني اعمل الشجره يا روان، ايه رايك؟ ها نعمل الشجره الكبيره ولا نعمل ايه؟ نعمل الشجره الكبيره. لا نعمل اللي هي الاول الباف بيستري. طيب خليني كده اخد ايه جزئين، خلي ده هنا. دي كور، انا بعمل الشجره ب 25 كوره يا جماعه عشان تبقوا انتوا عارفين. 25 كوره للباف بيستري. شجره الكريسماس الحادقه هتجيبها دلوقتي مخرجتنا سمر، هتشوفوها معموله ب 25 كوره بالمقاس، ب 60 او 65 جرام على حسب حجم الكوره اللي حضراتكم عايزينها. بندهن العجينه من فوق يا اما بلبن يا اما صفار بيضه ولبن. انا بصراحه ساعات بعملها بالعسل الاسود، معلقه عسل اسود عليها ثلاث معالق من الميه فقط لا غير علشان اخفهم. وايه ادهنها بتدي لون، ما بتديش زفاره للناس اللي بتتضايق من زفاره البيض دي، برضو بتبقى مساله ايه مريحه لبعض الناس. انا هحاول اعملها شجره مستطيله كده، ممكن نعملها صغيره ديكو بس الفكره. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتير قوي بتتعمل، وبيتعمل منها كمان شجر صغير كده بيبقى جميل جدا. بصوا انا فردت واحده، خليني كده ايه ارش هنا رشه دقيق، هنيمها هنا وهاخد الكوره الثانيه وافرد الثانيه زيها بالظبط عشان انا هعمل طبقتين فوق بعض. حلو الكلام، كلام جميل كده. ترشوا دي من فوق يا بالورد عشان ايه ما ينزلش يتكتل في حته واحده. ومعانا ايمان رجعت لنا. يا ايمي الو. ايوه معلش الشبكه كانت بتقطع. ولا يهمك يا روح قلبي، العيب في الشبكه بقى. اه معلش. ولا يهمك. الشجره بقول لحضرتك الشجره حلوه قوي بصراحه، انا هعملها برضو للولاد. بجد عجبتك فكرتها؟ اه لا جميله قوي. اه سهله كمان، هي بسيطه وسهله ومش هتاخد منك وقت كتير يا حبيبتي. بالظبط. اه بصراحه عجبتني. تسلم ايدك. تسلمي تسلمي يا قلبي، تسلمي. كل سنه وانت طيبه. وانا جربت والله الكوسه بالبشاميل اللي كانت تحفه بجد. يا قلبي صحه وهنا على قلبك يا جميله. انت ربنا والله يخليكي. ربنا يخليكي. تسلمي صحه وهنا على قلبك يا قمر. الله يخليكي. شكرا يا ايمي. مالكيش اي طلب طيب؟ لا ربنا يخليكي، انا بس بحبك قوي. يا حياتي انت احبك الذي احببتني فيه يا روحي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. ربنا يا ايمان يخليكي. شكرا ليك يا نور عيني. شكرا لذوقك، نورتينا وشرفتينا. بصوا بقى بفردها كده. حاضر انا عشان الوقت، بس هنهار عشان الوقت. ماشي. بابا عايزه اقعد وقت طويل معاكم. بصوا بقى الشوكولاته القابله للدهن، هنبدا بقى ايه نفرد كده شويه حلوين. مش عايزاكم تنسوا الاوفرز للعرايس دلوقتي، في ناس كتير قوي بتبعت لي، في ناس ما شاء الله اشترت، في ناس يعني اتجوزت من شهر واتبسطت جدا بالطقم، انا بشكرهم ميرسي، ويا رب دايما افضل عند حسن ظن حضراتكم. بفكركم ان كيتشنوفا بتعمل اوفرز حلوه في الجمعات يا جماعه البيضة، فاستغلوا الموضوع ده بشكل كويس عشان تستفيدوا. الاطقم من 10 ل 13 و20 و23 قطعه، شامله كل حاجه، هو براند ايطالي بتصنيع مصري، مميزاتها بقى حاجات كتيره قوي. حلل مقاس 28 32 مع بعض، كاسرولا 18، مقلايه 26، جريل 28، طاجن كبير 35، جرانيت واخد طبقه تيتانيوم يا جماعه بضمان 3 سنين، سمك الحلة 4 ملي، وسمك القاعدة الحلة نفسها 4 والقاعدة 5. اليد دي من الباكليت العازل للحرارة. بصوا بقى جبتولي سكينة انتوا صح؟ جبتولي صح؟ استنوا هتشمن بس. تقريبا كان محمد جايب لي سكينة ولا أنا بيتهيألي جاب لي. تسلم ايدكم. بصوا حبايب حطيت الطبقتين بينهم الشوكولاته وقفلتهم الحروف كده خلاص، وهبدا اخد شكل وليكن الشجره، وهعمل لها ايه قاعده كاني برسمها. فاهمين قصدي؟ كاني برسم الشجره بتاعتي دي. خليها بس ايه تبقى هنا. يلا هنقص بقى اللي هيتبقى من القص، باخده اعمله رولات واخبزه في كيس تاني للولاد ياخدوه ستاكس يغطسوه في الشوكولاته، فبتبقى رائعه، تبقى رائعه. دي اللي هي الحلوه الاول، هنفصل كده كده. عارفين ده بعمل فيه ايه؟ بس اوريكم بسرعه. بقطع كده وبعملها كده، شايفين ازاي برولها كده، شايفين كده، وبحطها في صاج كده واخبزها، تطلع زي الستكس، تتحط في شوكولاته مذابه وتتاكل للولاد. يعني دول بستفيد منهم، مش بقى ايه مش بطلعهم بره العجينه انهم خلاص اتحشوا من الشوكولاته كده. بسم الله. وباجي هنا ومعانا الاء. اهلا يا الاء. ازيك يا تينا عامله ايه؟ ازيك انت يا روح قلبي عامله ايه؟ انا بحبك قوي والله. يا حبيبتي انت احبك الذي احببتني فيه يا روح قلبي. ربنا يخليكي يا رب. عايزه اقول لك النهارده الشجره حلوه قوي 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 يا قلبي. والاسبوع اللي فات كنت بتفرج انا وجوزي، وطلب مني اعمل له البشاميل بالبطاطا وعملتها له، طلعت حلوه ما شاء الله. تسلم ايديكي وعينيكي يا قلبي. على فكره انا لسه عروسه جديده. ما شاء الله تبارك الله عليكي يا قلبي، تسلم ايديكي. بصي بقى عايزاكي تهتمي شويه. ايوه. بس انا اقول المطبخ.
سنقول عشان انا متجوزه ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص. يا نهار ابيض، ده احنا عينينا ليكي، عينينا ليكي يا حبيبه قلبي. عايزاكي تهتمي شويه بينا، تعملي لنا حلقات كده لكل الف بالمطبخ. عينيا بس كده، نعمل حتى حلقه للرز بس. حاضر، اتفقنا والله، من عينيا الاثنين. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه، شوف عزومه كده وانت طيبه وبصحه. وعايزه اقول لماما وبابا كل سنه وانت طيبه. يا حبيبي ربنا يخليهم لك يا رب بصحه وعافيه حبيبه قلبي، وتشوفي اولادك كده كبار وتقفي تعملي لهم، تبقي احلى مامي في الدنيا، بتعمل عزومات رائعه. بصوا بقى برولها ازاي، دي ابسط طريقه. وعلى فكره العجينه دي يا جماعه طالعه رائعه، بصوا كده. هندهن بقى الوش بتاعها بالطريقه اللي انا وريتها لحضراتكم، اللي هي يا معلقه العسل يا اما الصفار البيضة. لا والله متشكرين جدا والله، هذا كرم كبير. انا بس ايه، هجيب حاجه، خليكم زي ما انتم، هجيب حاجه. بسم الله، ايوه الواحد يتحرك في المطبخ بحريته كده، صح ولا ايه؟ ايوه بصوا كده، باخد النجمه هنا عشان دي نجمه الشجره، فاذا ولا بد تتحط كده هنا على الوش كده، ماشي؟ عشان ايه؟ عملنا اللي علينا. بسم الله. دي بقى بدهنها يا اما لبن يا اما كريمه يا اما معلقه عسل وثلاث معالق ميه يا اما صفار بيضه معاها فانيليا وهكذا. مالها بقى؟ فرقت ايه بقى عن الباف بيستري يعني؟ وعلى فكره تطلع طريه واحلى. يعني حاجه كده ايه لطيفه، بصوا كده شكلها ايه؟ انتوا اللي تقولوا، انا معرفش عشان انا مش واخده بالي ومش باصه. طيب ندهن بقى الوش ده لبن مع حضراتكم كده. وبعدين انا جايبه بقى حاجات الاطفال اللطيفه، الحاجات اللي هي ايه بيحبوها بقى، بياكلوها كده مقرمشه كاندز يعني، تبقى لطيفه جدا وظريفه. ده كده لبن، وادي الـ يعني الستار دي بتاعت الشجره، ونحط بقى عليها ايه، انت حطيتيهم ماشي، نحط ممكن فارمسال هنا. بصوا كده بجد، يا نهار ابيض، لا بصوا الجمال. يلا فرن فين بقى؟ ميرسي يا نيفين يا قلبي يا نيفين. طيب دي اول وصفه، تدخل 180 على الشبكه في النص، تاخد لها 15 دقيقه على حسب انتوا عايزين اللون ازاي. خلاص ادي اول واحده، نسمي الله. بصوا بقى الثانيه دي، انا اول ما بعملها وتخمر نص ساعه بطلعها اوزعها كور كده عشان اسهل على نفسي، عشان على طول احشي وارص احشي وارص. طيب انتوا جايبيني يا اولاد، انا هعملها هنا على كاتنج بورد مبدئيا علشان ايه اصدقائنا يشوفوها لحد ما يشوفوا لنا صاج. بصوا بقى، بحط طبعا رشه زيت فوقها ورقه الزبده وبمسحها بالزيت، وبعدين اخد الكور. هنا عندي الكوره اهي، خليني بس البس جلافز عشان ايه، من الشوكولاته للحادق. اي كده الجمال، دي بقى روعه، تاكلوها بقى محشيه اي حاجه حادقه، حاجه كده جميله للولاد قوي، كانها ساندوتش يعني بصراحه يعني. بصوا بقى، هناخد كده العجينه، هحشي ايه بقى؟ عندي شويه مثلا سي جبنه رومي، عندكم جبنه وزعتر بيضه، عندكم حشو فراخ، اللي موجود في البيت هذا تمام. هاخد كده اعمل خمس كور تحت. دي موتزاريلا، بصوا الجمال، شايفين كده؟ وبعدين بصوا بقى بحط مع الموتزاريلا ايه بقى، شايفين؟ رشة زعتر كده، يا سلام. كده هنحط كده خمس وحدات جنب بعض تحت، دي القاعدة، بس هرفعهم شوية عشان في اتنين تحت هيتحطوا كأنهم الرجل بتاعتها. ودي رومي، وفي شدر على رومي اللي احنا عاملينهم ميكس هنا يا جماعه، اللي انتوا عايزينه بقى. بصوا كده اهي، يا سلام يا سلام اهي. ها حاضر. انا طالبه مجتهده يا روان حبيبتي. بصوا الجمال، دي بقى روعه، الولاد بقى يقعدوا يكوروا مع حضراتكم كده، عايز اقول لكم منتهى السعاده. ويا سلام بقى لو لوننا لهم ده، يعني احنا نقدر نلون العجينه؟ لونوها لونوها، بتطلع ملونه، بتطلع روعه قوي يا ولاد. كده ورشه روزماري، انا بقى الصراحه احب الاجبان البيضه قوي،
اللي معموله ميكس، يعني ايه، فيها زعتر وفيها نعناع وفيها حاجات حلوه كده. ما تخافوش، شكل الدايره هيظبط، يعني هتوصل للمرحله الحلوه. بصوا بقى، هقفل كده، ده فوق هناخد اربعه. بص انا بعملها بايدي كده، بصباعي ده كده بدورها من تحت اهو، شايفين ازاي؟ اهي، حتى لو على ايديا مش لازم على حاجه، ولو على حاجه بعملها بين الصباعين دول كده، يعني بعملها كده عشان تلف اهو. ونحط فوق اربعه، يبقى خمسه وفوقهم اربعه، ثلاثه. دي خطه ايه؟ خطه النادي الايه؟ خطه النادي الاهلي. بصوا كده اهي، وادي الثالثه، ناخدها بقى الاجبان الرومي حرشه شويه وجميله. يا سلام، في ناس تحب الجبنه القديمه تعملها ميكس، تحط عليها شويه طحينه على فكره دي امزجه، يعني على حسب حضراتكم بتحبوا. بس للولاد بقى اعملوا لهم اللي في نفسهم، اعملوا بقى فراخ، لحمه، فاهيتا، حاجات حلوه كده يتغذوا يعني. بصوا كده، ادي كده اربعه، هناخد بعد كده ثلاثه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تعرفوا الاعداد كده. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، دي بقى بتنفش وتطلع عجينه قطن قطن في الفرن، روعه يعني. مش قادره اقول لحضراتكم بتبقى جميله ازاي وطريه ازاي ولينه في ايد الواحد ازاي. رشه بقدونس مثلا، بصوا نقفل كده زي السره ونعمل كده، ماشي كده. ادي الثلاثه، وبعد كده اتنين واتنين فوق واتنين تحت. ماشي، هنعمل كده، هناخد بقى اتنين كورتين مع بعض عشان نطول الايه الشجره بتاعتنا، هتبدا اهي يبان شكلها. ماشي حبايبي، خليكم اكرم من كده شويه. معلش معلش، بصوا كده الجمال، احلى حاجه الحشو ده بقى، انه يبقى ايه حاجات كده لطيف. بصوا بقى بعد ما تستوي هتشوفوها شكلها عامل ازاي، روعه على الشاشه عشان ايه انا قعدت احشي كتير قوي اهو. اتنين، واحده فوق راس ال اهي كده، يا سلام. هنا وناخد الاتنين التانيين اللي تحت الرجلين، فيهم بقى شويه بقدونس. سامعاك يا كريم على فكره، لقطتك كده تحسب وقت برضو يا كيمو. يعني لازم نشغلك في الحسابات يا كيمو. بصوا كده، بتكلم عنه، امال مين كريم؟ انا بقول عن مين كيمو. بصوا كده، ادي الرجلين، عايزاكم بس تشوفوا شكلها قبل ما ادهنها، شايفين ازاي اهي مخرجتنا. يا سلام، ناخد بقى ايه رشه الزيت، بحط معاها ايه بقى يا جماعه، فص ثوم واحد. بصوا كده، فسفوس الثوم، حاجه كده لا ترى بالعين المجرده. وبعدين رشه روزماري وزعتر، بصوا زعتر ولوزميلي، ونقلب كده، وهدهن بقى العجينه القمر دي بتاعتي كده، شايفين ازاي اهو اهي. بصوا الجمال، شايفين؟ يلا، ودلوقتي بقى هنجهز لايه، للفقره اللي جايه. بصوا الجمال، عشان مخرجتنا تستعرض لكم بقى الشغل اللي احنا اشتغلناه. ادي العجينتين الحلو والحادق، عملناها بعجينه يعني عجينه واحده، وهي بتاعه خليه النحل، ويا رب تنول اعجاب حضراتكم كلها بالف هنا وشفا يا رب. وايه، وخلينا برضو احنا عاملين برضو شويه كده حاجات تتقدم، بعملوا شويه بودنج بقى للولاد، جنبيها كوكيز، جنبيها براونز، الحاجات الحلوه اللي ايه اللي دايما بتبقى تكمل السفره الحلوه دي، وحاجات بسيطه موجوده في البيت. اسمحوا لنا بقى نطلع لبريك ومخرجتنا تستعرض لنا الحاجات الجاهزه، واشوف حضراتكم بعد البريك مع فقره الطبيه.
متجهه لحضراتكم مره ثانيه بعد البريك. خليني احكي لكم عن جزء صغير من يومنا كلنا، وده بيكرر معانا. بنقوم الصبح ساعات متاخرين عن مواعيدنا، ما بنلحقش نعمل اي فطار، الولاد يا حبايبي ساعات بينزلوا على المدرسه بسرعه، نضطر نعدي على السوبر ماركت نجيب شويه حاجات، ما نلحقش نعمل سندوتشات صحيه، وبعدين نروح الشغل نفطر اكل كله زيوت. الغدا نرجع مهدودين ناكل اي حاجه ونشتري اي حاجه او حاجات جاهزه. المهم يوم بعد يوم في ناس كتير بتتاثر، اطفالنا بتتاثر، وزنهم بيزيد، صحتنا ومناعتنا بتتاثر. خلينا النهارده نعرف ايه الحل مع ضيفتي المشرفاني نوراني مي سمير خبيره التغذيه. ازيك يا مي؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ شيف عظيمه، فرحانه جدا ان انا معاكي النهارده. حبيبتي نورتيني يا مي، كل سنه وانتي طيبه. طيبه حبيبتي، ويا رب تبقى سنه سعيده على كل المشاهدين وكل الناس يا رب باذن الله. سنه بقى نغير فيها حياتنا، نحقق فيها كل اللي احنا بنتمناه. أيوة. لو عندنا اي مشكله معينه نبدا ان احنا نشتغل عليها ونحلها. أيوة. واهمهم مشكله السمنه وزياده الوزن. تمام. مشكله شائعه جدا جدا الفتره دي بسبب طبعا اللايف ستايل الغلط اللي احنا يعني اغلبنا بقينا فيه، بناكل زيوت كتيره، اكل جاهز، مش عارف ايه. ناس كتير قوي ما بتبقاش واخده بالها من صحتها، بناكل اي حاجه لان الحياه بقت سريعه جدا. فعايزين ناكل بسرعه، ناكل اي حاجه قدامنا زي ما انت لسه حالا قايله. طيب مشكله السمنه مشكلة شائعة، ليها أسباب كتير، ليها عوامل كتير. من ضمنها اللي بيحب الأكل قوي، اللي هو عنده شهية عالية. من ضمنها لو حد عنده حرق ضعيف، ممكن كمان يكون حد عنده سمنة وراثية، يعني هو مظبط أكله، الحرق بتاعه كويس، بس هو عنده سمنة وراثية صعب جدا إن هي تنزل. الناس اللي عندها السمنة الموضعية زي منطقة البطن أو الكرش أو الأرداف، السمنة ليها أسباب مختلفة. كل الأسباب دي أنا جمعتها لك النهاردة وحطيت لك ليها حل قوي وحل آمن وفي وقت قياسي، في وقت قليل جدا جدا، مع متابعة طبية كاملة مع فريق طبي على أعلى مستوى. كويس جدا. احنا النهارده عندنا مناسبه حلوه قوي، بكره ان شاء الله هنبدا سنه جديده مع بعض. ان شاء الله تكون سنه تغيير، سنه نحقق فيها كل اللي احنا طبعا تغيير للاحسن، احط قدامي كل الحاجات اللي انا بتمنيها وابدا اشتغل عليها من 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 اول خطوه. حلو، يبقى عندي هدف كده. بالظبط كده. واهمهم مشكله السمنه. مشكله السمنه او زياده الوزن مش بس شكلي مش حلو او شكلي تخين، لا، دي كمان مشاكل صحيه طبعا تاثر معايا على الحاله النفسيه جدا جدا، اكون مش واثق في نفسي، عندي مشاكل كتيره تبدا تعمل معايا ضغط او سكر، مشاكل صحيه يعني كتيره. احنا بنقول ان السمنه بوابه لاكثر من 55 مرض. حلك النهارده لمشكله السمنه وزياده الوزن الكورس اللي انا مقدمه لك. النهارده عاملين عرض حلو قوي، اخر مره نزلنا بالكورس بتاعنا يعني في خلال ساعتين ثلاثه الحمد لله الكميه خلصت. كانت المشكله الوحيده بس اللي واجهتنا احنا عايزين العرض اللي كان موجود بنفس الخصم بنفس الهدايا. كويس. طيب احنا النهارده في بقى مناسبه حلوه، راس السنه هنبدا بكره سنه جديده، معانا عرض مميز عليه خصم حلو جدا جدا وعليه هدايا كتيره النهارده وقيمه. كويس. لكل مشاهدين شيف عظيمة. أيوة. كل الناس اللي بتتابعنا وعايزة حاجة تكون اقتصادية وآمنة وفي وقت قليل تنزلني مش أقل من 30 كيلو. كويس. الكورس بتاعنا النهاردة حلو اللي هو بقى مكون من ايه يا شيف عظيمة؟ أول حاجة النهاردة بقدمها لك كورس التوب. كورس التوب ده رقم واحد في عالم التخسيس هنا في مصر في كل المحافظات، عن تجربة مع كل الحالات باختلاف بقى الوزن والسن والحالة الصحية جاب نتائج رهيبة. أول حاجة بقدمها لك في كورس التوب علبتين كبسولات، العلبتين دول يكفوا معاكي مدة 60 يوم. كل علبة 30 كبسولة، 30 كبسولة في علبتين 60 كبسولة في خلال 60 يوم، كلها مكونات طبيعية، ألياف، فواكه استوائية وأعشاب. تشتغل معاكي على إيه؟ سد شهية. أنا أول حاجة الناس اللي عندها شهية عالية بتحب الأكل قوي بتتفرج على وصفاتك وتقوم تعمل وصفات وتاكل منها كتير، أو بياكلوا مثلا قبل النوم، أو عندنا مثلا شهية عالية للحلويات أو للنشويات أو السكريات. أنا عايز حاجة تقفل لي الشهية، تعمل لي تكميم للمعدة طبيعي، بدون بقى عمليات جراحية، بدون مثلا عملية بقى بالون وتكميم والكلام ده كله، وبشكل آمن. هي الكبسولات اللي موجودة النهاردة معايا كورس التوب. تشتغل معايا اول حاجه ان انا اقفل لك الشهيه مده ال 60 يوم، تاني حاجه ترفع معاكي معدل حرق الجسم 4 أضعاف الحرق الطبيعي، تالت حاجه تقضي معاكي على الخليه الدهنيه والخليه الام الصعبه اللي بتكون لي دهون باستمرار. كويس. زي منطقه البطن والجناب والارداف والتكتلات الدراعات والظهر وكل الكلام ده. أيه. يبقى تشتغل معاكي على سد شهيه، تعليه حرق، نحت قوام وتثبيت. دي الكبسولات بتاعتي النهارده العلبتين الاساسيين. معانا النهارده بقى هدايا كتير لكل مشاهدين شيف عظيمه. ايوه بقى. واحنا طبعا النهارده كمان في بقى يعني مناسبه سنه جديده، فاحنا عاملين النهارده هدايا كتير وخصومات حلوه قوي 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 لكل مشاهدين شيف عظيمه.
عظيمه. الهدايا بتاعتي النهارده ايه؟ اول حاجه بقدم لك على علبتين الكبسولات دول علبتين اعشاب يرفعوا لك معدل حرق الجسم، هيكفوا معاكي مده ال 60 يوم كلهم. كويس. الاعشاب بتاعتي دي تشتغل معاكي على اكتر من حاجه، ترفع لك معدل حرق الجسم، ده رقم واحد عندي بالنسبه للاعشاب. تعمل لك ديتوكس او تنضف لك الجسم من كل السموم اللي فيه. يبقى انا كده اديتك الكبسولات وعليها الاعشاب عشان ترفع لك معدل حرق الجسم. تالت حاجه معايا النهارده وهدايا برضو علبتين نقط الحرق. النقط بتاعتي تكفي معاكي مده 60 يوم برضو. الشهرين كاملين معايا علبتين نقط مركزين جدا جدا يرفع لك معدل حرق الجسم. هتحطي 10 نقط على ربع كوبايه ميه دافيه بعد الغداء، وسيبي بقى ايه النقط دي تحرق لك كل الدهون اللي داخله جسمك الزايده عن احتياجي، وتحرق لك كل الدهون القديمه المتكونه في الجسم. يبقى انا كده الكورس بتاعي كبسولات ومعايا نقط ومعايا الاعشاب كمان النهارده هديه حلوه قوي من الحلقه اللي فاتت كل الناس عايزاها تاني. حقن تعليه الحرق. اول حاجه لازم اقولها الحقن دي امنه 100%. تتاخد معايا من سن صغير جدا من سن البلوغ عادي لحد 70 سنه. تتاخد معايا بطريقتين، اول حاجه يا اما عضل عادي جدا زي اي حقنه ترفع لك معدل حرق الجسم، او تفرغي الانبول على كوبايه ميه او على كوبايه عصير وتشربيها ترفع لك معدل حرق الجسم. الحقن بتاعتي هي الوحش بتاع الكورس، هي اللي بترفع لك الحرق بتاعك 4 أضعاف الحرق الطبيعي. هايل. كده الكورس بتاعي علبتين كبسول، علبتين نقط، علبتين اعشاب، وحقنتين تعليه حرق، بس كده؟ لا، احنا عندنا مناسبه حلوه النهارده، والنهارده كل مشاهدين شفا عظيمه كان في اقبال من الحلقه اللي فاتت جدا على العرض، فاحنا مزودين النهارده هدايا حلوه جدا بناء على طلب الناس. ايه بقى زياده على كل اللي انا قلته ده؟ معايا النهارده الجرين كوفي، القهوه الخضراء طعمها حلو جدا، معروف قد ايه هي مفيده للجسم، مضاده للاكسده، وترفع معاكي معدل حرق الجسم برضو. انا كده لو ركزت معايا كل المنتجات اللي في الكورس النهارده ترفع لك معدل حرق الجسم. كويس. اول ما ارفع معدل حرق الجسم لاي حد عنده سمن او زياده وزن هتلاقي الجسم تلقائي بدا ينزل معايا من اول اسبوع من 3 ل 5 6 كيلو. كويس. لما تلاقي حد بينزل من اول اسبوع الوزن ده وبشكل امن، لان الكورس بتاعنا النهارده مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء، هو هيلاقي نفسه بينزل على الميزان وقدام المرايه وفي المقاسات تلقائي، ايه اللي هيحصل؟ هيتشجع ان هو يكمل. طبعا هيبقى عنده حماس، لا انا عايز اكمل، عايز انزل اكتر. على نهايه فتره الشهرين بتوعي هتلاقي ان الشخص اللي واخد الكورس ده بينزل معاكي من 30 ل 35 كيلو في خلال 60 يوم بس. ما شاء الله. طب خلينا ناخد معانا تليفون بقاله شويه. ناخد هاله. يا هاله. طيبه يا شيخه. طيبه حبيبتي، اهلا وسهلا عليكم. حبيبتي امين يا رب. الله العالمين. يخليكي. ممكن اكلم دكتوره مي القمر اللي ربنا يبارك لها؟ قولي يا حبيبي اتفضلي. مي معاكي. ازي حضرتك يا دكتوره مي؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا حبيبه قلبي. اتفضلي. سعيده عليكي بجد والله. انا حابه اشكرك. انا مش مصدقه اللي انا فيه. احكي لنا. طيب احكي لنا. انا الحمد لله رب العالمين بدا الكورس بقالي 20 يوم ونزلت 11 كيلو. ما شاء الله. انا بقالي سنه ما بنزلش جرام. تمام. وكل حاجه عملتها في الدنيا انا مش مصدقه والله، والله مش مصدقه اللي انا فيه ده بجد. ربنا يجازيكي خير. شكرا ليكي ان انت خدتي الخطوه. ما سبتش نفسي لمشكله السمنه. يا دكتوره مي النهارده العروض جامده. انا عايزاكي النهارده ان شاء الله. قولي لي بس الاول انت وزنك قد ايه عشان نمشي واحده. 100. واخدتي الكورس اول 10 ايام الحمد لله نزلت 6 كيلو. حلو. تاني 10 ايام الحمد لله رب العالمين 5 كيلو. بس يبقى كده 11 كيلو في 20 يوم. 20 يوم. طيب بس شكلي اكتر يا دكتوره، اللي يشوفني يقول عليا اكتر. انا عايز يشوفك يقول ان انت نازله اكتر من ال 11 كيلو دول. كتير الهدوم وسعت جدا. طيب انا اول حاجه فخوره جدا بيكي ان انت خدتي الخطوه، ما سبتش نفسي لمشكله السمنه اللي انا بعاني منها بقالي فتره، وان شاء الله على نهايه فتره الكورس اللي معاكي اللي هو الشهرين هتلاقي مش اقل من 30 ل 35 كيلو نزول. عايز تلحقي برضو العرض بتاعي النهارده عشان الوزن 100. لا انا هطلب النهارده لاخواتي وليا. ان شاء الله. عروض جامده بجد. والنهارده احنا عاملين عرض حلو لكل مشاهدين شيف عظيمه، وعشان راس السنه مناسبه مميزه جدا جدا، عايزه كل الناس النهارده باذن الله تلحق العرض المميز النهارده. نشكرك يا هالة. شكرا، شرفتينا ونورتينا حبيبتي. يعني هي من الحالات اللي فعلا بتشجع الناس. انا بقى هي يعني بتتكلم على ايه؟ انا بقى لي سنه بحاول بعمل كل حاجه بقى دايت ريجيم رياضه مش عارف ايه، بحرم نفسي مفيش نزول خالص. طيب انا خدت كورس امن كله مكونات طبيعيه، بدات ان انا ايه اقول انا مش هسيب نفسي لمشكله السمنه. نزلت في 11 كيلو في 20 يوم بالظبط. طبعا ده يديها حماس ان هي تكمل. اكيد شفتي الحماس اللي في صوتها. انا هاخد الكورس تاني ليا، هكمل بيه وهاخد لاخواتي، هاخد مثلا
صاحبتي لو عندها مشكله معينه عندها سمنه زياده كل ده بيديكي حماس ان انت تكملي لما تلاقي نتيجه من اول اسبوع او من اول 10 ايام. طيب الكورس بتاعنا عباره عن ايه تاني؟ لان لسه كمان معانا هديه زياده. اوكي. يعني كل ده الهدايا لسه ما خلصتش. العرض بتاعي تاني عباره عن ايه؟ النهارده كورس التوب، الكورس بتاعي النهارده الاساس فيه علبتين الكبسولات. الهدايا اللي عليه ايه؟ علبتين نقط ترفع لك معدل حرق الجسم، علبتين الاعشاب يرفعوا لك معدل حرق الجسم برده، حقنتين الحرق والقهوه الخضراء، وزياده على كل ده السكر الدايت. انا دلوقتي بحب مثلا اشرب شاي، مشروبات معينه، عصاير، كوفي مثلا، عايزه احط سكر وفي نفس الوقت ما يزودنيش خالص في الوزن، زيرو سعرات حراريه. السكر الدايت اللي نازل معانا النهارده على العرض هديه. اول حاجه، اهم حاجه بقى لكل اللي بيسمعنا دلوقتي يقول لك ايه، انا عايز نفس طعم السكر العادي. هو السكر الدايت النهارده يديكي نفس طعم السكر العادي، خالي من ماده الاسبرتام الضاره اللي بتكون في اغلب السكر الدايت اللي بيتباع بره. تاني حاجه، ممكن يخش معاكي الفرن لو مثلا عامله كيك، عامله اي حلويات بالظبط كده. فالنهارده الكورس بتاعك يشمل كل حاجه ممكن تحتاجيها في ان انت تنزلي الوزن، الكبسول، النقط، الاعشاب، القهوه الخضراء، الحقن، السكر الدايت، كل ده النهارده 10 منتجات في كوكس التوب، 10 في واحد النهارده. طب تخسيس قد ايه؟ من 30 ل 35 كيلو. طب الاهم من ده كله، انا هخس وهثبت وهنحت وهعمل كل ده، اهم من ده كله الكورس بتاعنا النهارده مصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. بمعنى الكورس بتاعك النهارده كله مكونات طبيعيه، الياف، فواكه استوائيه، فيتامينات، اعشاب، ومدعم بحديد وكالسيوم وفيتامينز. ينفع للاطفال قلنا من سن كام؟ من سن البلوغ ابدا ان انا اخد الكورس بكل امان، من 12 13 سنه. لحد كام سنه؟ لحد 70 75 سنه بكل امان. ليه؟ لانه مدعم فيتامينات وكله مكونات طبيعيه. طيب نتكلم بقى عن كبار السن شويه، عشان هم يعني اصلا بيبقى شهيتهم بتبقى ضعيفه شويه بشكل يعني لحد ما، يعني ما بتبقاش زي، والحركه بتبقى قليله جدا، والحركه قليله، والحرقه عندهم ضعيف. اه، فانا عايزه لهم حاجه تكون امنه، لان في الغالب بيكون يعني اغلبهم عندهم مثلا ضغط، ممكن سكر، ممكن كوليسترول، في حاجات كتير، مشاكل في العظام وفي المفاصل. فانا عايز اخد له حاجه امنه، حاجه ما تضروش وفي نفس الوقت تنفعه، لان الحركه بتاعته في الغالب برده بتكون قليله. لو عنده تعب في المفاصل، الشهيه برده عنده ما بتبقاش يعني اعلى حاجه، بس انا عايز حاجه ترفع لي معدل حرق الجسم. طيب الكورس بتاعي النهارده مناسب لكبار السن، مناسب لاي حد عنده اي مشكله صحيه، ضغط، سكر، كوليسترول، غده، عظام، كل الكلام ده لا يتعارض مع الكورس بتاعي. ليه؟ لان انت النهارده واخد حاجات كلها مكونات طبيعيه، الياف، فواكه استوائيه، فيتامينات، واهم من ده كله مصرحه من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. طب خلينا ناخد ايمان ونكمل معاكي يا معي. يا ايمان. الو، صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي، اهلا وسهلا. ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله يا جميله، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. انتي طيبه بصحه وسلامه يا حبيبتي، اتفضلي. وريكي اي استفسار. كانت دكتوره على حاجه؟ اتفضلي، معاكي معي. ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ ازيك يا ايمي، كل سنه وانتي طيبه. الحمد لله وانتي طيبه يا رب. اتفضلي تحت امرك. طب حاولي تكلمينا يا امي، خط قطع يا شباب. طيب نستكمل واكيد هترجع لنا تاني ان شاء الله، تعرف توصل لنا تاني. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الكورس بتاعي مناسب لكبار السن، للناس اللي عندها مشاكل صحيه، لان هو مدعم بفيتامينز وحديد وفواكه وحاجات استوائيه كلها، ومصرح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. طيب المشكله الشائعه اللي عند اغلب الناس يا شيف عظيمه مشكله البطن او الكرش. ممكن يكون حد وزنه اوفر ويت 100 150، فده اكيد عنده منطقه البطن والكرش. ممكن يكون حد وزنه مثلا 80 90 بس هو مشكلته في البطن. حلها ايه؟ في الكورس بتاعي النهارده. الكورس بتاعك النهارده بيقضي على الخلايا الدهنيه ويمنع تكونها مره ثانيه، ويعمل لك نحت. نحت بمعنى ايه؟ ان النهارده انا مقدمه لك علبه كبسولات من العلبتين اللي انا مقدماهم، علبه مخصصه ان هي تعمل لك نحت، يعني منطقه البطن، الجناب، الارداف، الدراعات. بتلاقي سيدات كتير جدا عندها منطقه الدراعات فيها تكتلات دهنيه. أيوة. الدقن المزدوج، الظهر، في تكتلات دهنيه بتكون موجوده في الجسم، صعب جدا ان هي تنزل معايا. انا عايزه حاجه تنصف لي كل اماكن تجمعات الدهون دي. كويس. ايه هي؟ الكورس برضو اللي معانا النهارده. كلمه السر النهارده بقى نتصل على الارقام نقول عايزين كورس التوب. هو كورس التوب النهارده بالهدايا، خصم النهارده عشان راس السنه، وكل مشاهدين شيف عظيمه اللي طلبوا عرض حلو سعر اقتصادي النهارده عاملين خصم 70% على الكورس بتاعي. هايل. طب ايمان رجعت لنا، ناخد ايمان. يا ايمان. ايوه شيف، معلش. ايه حبيبتي، اتفضلي حبيبتي، معاكي مي. ايوه دكتور، اتفضلي تحت امرك.
انا عايزه اسال على الكورس ده اللي سمعتي انت بتقولي ينفع عادي لكبار السن. مظبوط. والدتي عندها 54 سنه. تمام. ومشكلتها في رجليها، يعني هي عندها الخشونه تعبها جدا، والدكاتره كلهم بيقولوا لها لازم تخسي لازم تخسي. هي عيني جربت كتير قوي لدرجه انها فقدت الامل وما بقتش تعمل دايت ولا راضيه تعمل حاجه تاني. وانا بصراحه مش عايزاها تبدا السنه الجديده بكده. اكيد ان شاء الله. بصي احنا النهارده بنتكلم على تغيير، انا بغير للاحسن ان شاء الله في سنه جديده هنحل لها المشكله دي خالص. هي وزنها قد ايه؟ هعمل لها مفاجاه، يعني انا هجيبها لها وهديها بيها في السنه الجديده وكده، لان انا فعلا مش عايزاها تستمر في كده، لان فعلا ما بقتش قادره تتحرك. بصي طبعا هيكون امن وهجيب معاها نتيجه، لان انا يعني عايزه مفاجاه بحاجه بقى يكون ليها تاثير فعلا حلو عليها ان شاء الله. ودي هديه حلوه جدا جدا منك، احنا بنهدي حبايبنا والناس اللي بنحبهم والناس اللي حوالينا بحاجه تنفعهم، فطبعا دي هتكون احسن حاجه تقدميها لها. بس انا عايزه اعرف وزنها قد ايه؟ لا هي وزنها تقيل، ده 105. طيب في اي مشاكل صحيه؟ لا هي موضوع الخشونه بس الحمد لله، بس مخليها بقى مش قادره تتحرك، والدكاتره طيب كلهم اجمعين لازم تخسي، فهي عيني بتجرب كتير مش عارفه. هي مش طيب الاكل جدا مع الاسف. طيب اسمعينا دلوقتي، اسمعينا دلوقتي وحاولي كمان تلحقي العرض، كلمي الارقام الموجوده على الشاشه، عرفيهم وزنها، سنها، حالتها الصحيه، اكتر مشكله بتعاني منها ايه، هيدوكي انسب كورس ليكي بالهدايا بالخصم اللي بنتكلم عنه النهارده. حلو قوي ان كبار السن يبقى ليهم فرصه طبعا علشان ينزلوا في 70% يا جماعه خصم. والكورس قولي تاني كورس بعد اذنك يا مي بالهدايا. الكورس بتاعنا تاني النهارده كورس التوب، 10 منتجات بوكس واحد، 10 في واحد، عباره عن ايه؟ علبتين كبسولات اساسيين، 60 كبسوله، عليهم 8 هدايا النهارده يا شيف عظيمه. الثمان هدايا دول ايه؟ علبتين نقط يرفع لي معدل حرق الجسم، علبتين اعشاب يرفع لك معدل حرق الجسم وينقي الجسم من كفه. فتره قد ايه؟ شهرين. كل الكورس بتاعي اللي بتكلم عنه ده يكفيك مده شهرين كاملين. ومعانا النهارده كمان حقنتين رفع معدل حرق الجسم، كل شهر هكتفي بحقنه واحده بجانب النقط والاعشاب والكبسول. تمام. طيب معانا ايه كمان جوه العرض؟ معايا القهوه الخضراء الجرين كوفي، طعمها حلو جدا، مضاده للاكسده، ترفع لي معدل حرق الجسم، ومعايا السكر الدايت الخالي من ماده الاسبرتام الضاره. 10 منتجات النهارده في كورس التوب، خصم 70%، توصيل مجانا لحد البيت، والاهم من ده كله في متابعه. أيوة. طبيه كامله مع فريق طبي على اعلى مستوى على الارقام دي. هطلب الكورس هيجي لي لحد البيت توصيل مجانا بالخصم النهارده اللي عليه سعر اقتصادي جدا مناسب لكل بيت مصري. طب ناخد بسنت يا مي. يا بسنت الو، عاجبني الاسم، اتفضلي يا بسنت. ازيك؟ عامله ايه؟ شوف الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. احنا بنحبك قوي على فكره، وبنحب نتفرج على البرنامج بتاع حضرتك. يا روحي شرف ليا يا حبيبتي، محبتكم دي على راسي. طيبه ودي طيبه يا جميله. يا رب كده. يا رب امين، احنا علينا وعليكم، يا رب تبقوا دايما من السعداء في الدنيا والاخره يا رب العالمين. الله يخليكي. وانت اتفضلي، ميوسه معاكي، اتفضلي. ازيك يا استاذه مي؟ ازيك، ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيبه. انا حابه افرحك بصراحه في راس السنه. اعملي كده طبعا، قولي على طول. الحمد لله. والله انا بصي وزني كان 120 وقلت اجرب الكورس بصراحه، بس انا اخدته شهر واحد اللي هو عرض حلال المشاكل بتاع الاستاذه مي. تمام. ونزلت عليه 17 كيلو ما شاء الله تبارك الله. بس هو مش اهم حاجه طبعا النزول، انا مش هقول لك، انا باخد طبعا دواء سكر حبيبتي الف سلامه، 40 وحده الصبح و40 وحده بالليل. بس مش هقول لك بقى، يعني ما شاء الله ظبط لي السكر خالص، ما شاء الله حلو جدا، باخد 30 وحده بس كل يوم ما شاء الله تبارك الله. طب انت نزلتي وزن كويس فتره شهر، ده كويس جدا. طبعا. ما كملتيش ليه بقى؟ ممكن اعرف ايه بس؟ لا ما انا النهارده بتصل عشان انا عايزه عرض النهارده. خدي عرض النهارده، ماشي اتفقنا، خدي عرض النهارده طبعا هيكفي معاكي شهرين اعتقد تنزل فيهم وزن كويس طبعا جدا. باذن الله ان شاء الله. وكمان يعني كمان يا استاذه مي حلالي كمان مشكله بطني نزلت خالص، الجناب ما شاء الله. يعني بصراحه الكورس ممتاز، انا بدعي لكم ربنا يبارك لكم. حبيبتي وطبعا بشكر الفريق الطبي كله، وبشكر الدكتوره خلود صراحه على المتابعه، ربنا يبارك لك يا استاذه مي بصراحه. شكرا ليكي ان انت خدتي خطوه. شكرا ليكي، ميرسي يا بوسي. وعايزه اقول دكتور خلود من افضل الدكاتره اللي موجوده عندنا برضو في الفريق الطبي، بتتابع بشكل ممتاز جدا جدا مع الناس، والحقيقه ان الفريق كله فريق ممتاز على اعلى مستوى، بيتابع معاك لحد ما توصل لبر الامان. أيوة. لحد ما توصل لشكل الجسم اللي انت بتتمناه والوزن اللي انت بتتمناه والحاله الصحيه بتاعتك تتحسن. عندك اي سؤال، عندك اي استفسار في اي وقت، طيب معاك فريق طبي كامل، نزلونا الصور يا اولاد على ارقام التليفونات يتابعوك لحد ما تخلص الكورس بتاعك وتقول انا كده متظبط جدا. تعالي بقى نشوف الصور مع بعض وكلمينا عن الحالات عشان ندي كده يعني ايه جود يعني انرجي كده، انرجي للناس، انرجي لكل اصدقائنا اللي عايزين يخسوا. دي انجازات
كورس التوب يشيف والله عظيمة. ما شاء الله عنصر رجالي يعني يحترم هذا الرجل. احنا بنحاول نقدم ايه كل الحالات سيدات رجاله شاب صغير ده شاب برضو حاله ثانيه دي بنوته صغننه بصي بقى هنا الوزن قد ايه كان اوفر ويت كانت 98 خلاص داخله على 100 وكان الحاله النفسيه عندها طبعا صعبه جدا الدراعات البطن الجناب الارداف كل الجسم عندها اوفر ويت سنها صغير الناحيه الثانيه بقى هنا بصي ستايل اللبس اتغير تماما لابسه بقى يعني الحاجات المناسبه لسنها كل ده اتحسن معاها واحده واحده انا بكلمك النهارده فعنصر رجالي سيدات سن صغير بنات اولاد كل ده النهارده يقدر ياخد الكورس بتاعي كورس التوب النهارده مناسب لكل الحالات السن الصغير السن الكبير لو راجل في الغالب بتكون عنده مشكله الكرش هي اكتر مشكله بيعاني منها نفاينل بقى باخر حاجه العرض عشان ندي بقى اصدقائنا عشان احنا الوقت بيجري معاكي جري يلا بينا طيب كورس التوب النهارده كورس مميز جدا العرض النهارده مميز جدا جدا عندنا فرصه ان احنا نغير حياتنا كلها بكورس واحد العرض بتاعي عباره عن ايه تاني علبتين كبسولات اساسيين عليهم 8 هدايا النهارده علبتين نقط يرفع لي معدل حرق الجسم علبتين الاعشاب حقنتين يرفع لك معدل حرق الجسم الجرين كوفي والسكر الدايت 10 منتجات في كورس واحد وخصم 70% توصيل مجانا متابعه مجانيه والاهم من ده كله الكورس بتاعنا النهارده مرخص من الهيئه العامه للسلامه والغذاء بشكرك جدا يا مي بجد والله شكرا لكل اصدقائنا اللي كلمونا بجد النهارده اسمحوا لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا لضيفتي معي سمير خبيره التغذيه اللي نورتني شرفتني ميرسي يا مايويا ودايما كده جيب لنا عروض حلوه ان شاء الله وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا بجد لحسن المتابعه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.